ماشي بتقعده في هيرتون، بتقعده في سيراميس، واخد جناح واحد. اي سعر عامه المنتجات نفسها والشركات نفسها تمام يعتبر بتطيب. اخر مره كان عندي هنا فيها سكر كان في شهر اول 9، بعد كده هو اتشح من السوق نهائي مفيش. تمام، انا عن نفسي سوبر ماركت اهو بروح اجيب للزبون من بره. يا بيه السكر محطوط جوه على سبيل ايه؟ بقول له انا 3 افراد، المواطن ليه كام؟ مقرراته ايه؟ 2 كيلو سكر في الشهر عشان ما اروحش اجيب من بره. اديني حقي اللي انت بتعترف بيها كدوله. انا راجل صاحب دعم 3 افراد، تديني 2 كيلو سكر وبعد كده اروح اجيبه ب 14 وب 10؟ مش عايزين نتكلم كام كده؟ ولا كان في سيره ولا في اي حاجه، صح ولا غلط؟ الناس ماشيه في الشارع معاها برطمان بتخش على الناس، ممكن شويه سكر عشان اشرب شاي او كده. ده بقى الحال بتاعنا يعني. مفيش سكر، احنا ناس غلابه، مفيش حاجه للغلابه، الغلابه مطحونين يا باشا. الغلابه هم المطحونين يا باشا. الراجل اللي بياخد له 1000 جنيه و1200 جنيه ده المطحون، هيجيب كيلو سكر ب 10 جنيه هياكل ويشرب منين بعد كده؟ اللي عنده 4 اولاد يروح فين بيهم؟ كل دي سرقه في سرقه والله العظيم. احنا مطحونين تحت الرجول، والناس اللي هم عايشين اللي هم رجال الاعمال. سلام عليكم.